السلامة. الله يسلمك. اخترت تحكي معنا اليوم بخصوص اعتداء عدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء على الأعوان حرس الوطني بصفاقس. إيه هما يعملوا كل شيء، مش كان يعتدوا على الأعوان وكذا، هما لو كان يعرفوا الدولة هذه يعني تاخذ موقف صارم وعندها سيادة كما يلزم، مش فوق الطاولة كلام وتحت الطاولة كلام، ما يجرؤوش باش ينحيلوا سلاحه ويقتل أمني في بلاده. ثم ناس يوروا، أنا نتسائل، ثم عباد ثم حسب مفهومي الموضوع وأنه ثم لوبيات كبيرة قاعدة هي اللي توصل فيهم، كيفاش يعرفوا الطرقات، كيفاش قاعدين يدخلوا، يوينوا الأمن متاعنا، ثم غياب كبير، ثم غض النظر في البعض من أصحاب النفوذ في البلاد هذه بلغة أوضح، ثم البعض منهم بايع الماتش أصحاب النفوذ، كيفاش قاعد يدخل؟ كيفاش قاعد يدخل؟ يعني عندنا البعض من الناس اللي شادة السلطة في البلاد بايع الدولة، بايع البلاد، يلزمها تفهم فيها سلطة الناس اللي بها الفايدة، هذوما يقع الرصد نتاع شكون قاعد يدخل فيهم ويتعاكموا محاكمات قاسية وردعية تكون، فهمتني؟ خي توا انت قاعد يدخل لك، هو لهنا قاعدين يزيدوا، قاعدين كل مره النسبه نتاعهم قاعده تكبر، يعني قاعدين يدخل، شكون قاعد يدخل فيه؟ باه يدخل من الحد، كيفاش يعرف هو العاصمه ولا صفاقس ولا كذا؟ يمو ثم لوبيات قاعده توري فيهم، هي والماكله اللي قاعدين ياكلوا فيها نتاع ملوك، واللبس اللي يلبسوا فيه، منين؟ فيهم البعض يضرب لك كوارت مضروبه، اللي هو كونه من بلاده هو ماهوش من البلاد اللي فيها الحرب. واحنا ماناش متحدين احنا وياه، شوف هو من دولة لدولة باش يوصل لك لهنا، وشنو هو غايتك انت؟ وفيهم البعض، فيهم الناس عقليتها وحشية، ياكلوا حتى العباد، فيهم البعض منهم راهو، فهمتني؟ فيهم البعض منهم يعني عقليته وحشية، ياكلوا حتى العباد، هي يا صحيبي، احنا السلطة متاعنا ويني؟ أنا نتساءل، السلطة متاعنا ويني؟ قاعدين يتكاثروا، ماهيش النسبة اللي جات كيما نقولوا بعد 2011. كل مرة يزيدوا يتكاثروا، يعني عندنا ناس عندها نفوذ في البلاد، البعض فيهم بايع الماتش بلغة واضحة. هنا لو كان جات ثم أحكام قاسية كما نعرف أنا وردعية، الناس هذه تعمل هكا تبيع الماتش؟ هي وين الوطنية في البلاد؟ والله دايخ، أنا قاعد دايخ، فهمتني؟ قاعد دايخ، فهمتني؟ هاي في الآخر بكل هما قاعدين لهنا، فهمتني؟ اللي يحب يخرج منهم من البلاد هذه يخرج، واللي يحب يطالب كومو كوا اللي حاجته بالجنسيه وحاجته بالسكن وحاجته تفهم فيها زاد بشهريه زاد راهو، فهمتني؟ فيهم البعض منهم يطالب كيما هك، قال لك من حقي، فهمتني؟ هي عندك قريب 87% من التوانسه فيهم البعض كاري وفيهم البعض يتبت في الشوارع على عباد، احنا بيدنا مع الناس سكن وما عندناش اجور يعني تغطي لنا المصاريف نتاعنا، احنا بيدنا الاجور طايحه وحتى الخدمه ما ثماش، والظرف نتاعنا قاسي اليوم نعانوا فيه، احنا عندنا سياسه نتاع دوله ضد ضعفاء الحال، يعني الاجور طايحه والمعيشه صعيبه والمواد المدرسيه يخلوها باش يعزوك في كل شيء، لا تقدر تبني مسكن يخلولك في مواد البناء، يخلولك في المعيشه، يسيبولك الاحتكار، يدمروا المواطن، يطيحوا في الاجور باش المواطن ديما معناها التوا احنا التوا في البلاد هذيا، التوا في البلاد هذيا يعني المناوله، مناوله موجوده العباد يعني لغه عبوديه، اي وين هو قيس سعيد؟ بالله ندم لما هذا المنبر القيس سعيد، المناوله شبهها ما تنحاش، هي في حكم النهضه قلنا، هي وتوا، هي كلها مناوله، هي العباد تخدم على المناوله وتوا ما تنحاش، يعني في عصر عبوديه احنا توا، عصر قيس سعيد هاي ما تنحاش، يعني احنا شوف فوق طاولة يحكوا نوع وتحت الطاولة نوع، فهمتني؟ احنا الشعب قاعدين مواطنين ظاهرة كبيرة في الشعب ضعفاء الحال، قاعدين مستعمرين فهالبلاد هذه، لا عندنا حق في حد شيء، لا عندنا حق في سكن، بالكلام فوق الطاولة يحلوا لك في الجنة ذريع وتحت الطاولة نوع آخر، لا عندنا حق في السكن، لا عندنا في حق في دخل محترم في الأجور، لا عندنا حق يعني ناس باش تقري أولادها يعملوا لها سوم مرفق باش تقري اولادها في المواد المدرسيه، دمرتنا السوق، كل حكومه تجي تدمر الشعب، الحكومه هذه نتاع قيس سعيد في بالنا باش تنقذنا احنا راهو، فهمتني؟ زدنا دمرنا، زدنا دمرنا، الضرائب مثقلينها
علينا أكثر من الطاقة ما هيش موجودة حتى في الدولة. توا اليوم مواطن باش يبدل بطاقة تعريف ما عادش يقدر من الصعوبات متاع الوثائق. هذه أبسط حاجة. المعاملة يعني باش يعاملوك في إدارة معاملة يعني ما هيش معقولة جملة، ما يحترموكش. لا يخلونا تفهم فيها يعطونا حقوقنا ولا يحلونا البحر الخالي للعباد الكل. كرهونا في البلاد، كل حكومة تجي تكرهك في هالبلاد، كرهونا فيها البلاد. زيد يصيب عليك الافريكان لهنا يعمل فيك كيما يحب، يزيد امنك تفهم فيه يقتلهولك وعينك تخزر، يقتل لك الامن بتاعك، يضربه ونحيله سلاحه ويقتله قدامك، يدمره، فهمتني؟ وانت عينيك تخزر. معناها يعني سياسة، فهمتني؟ صهيونية راهو فيها، فوق الطاولة يحكوا نوع وتحت الطاولة يمشي نوع آخر. ما عندك حق في شيء، لا في صحة، لا في تعليم، لا في حتى شيء، دمرونا، لا في سكن، لا في حتى شيء. اليوم الناس الأثرياء تكري في الأملاك كيما تحب، هي الدولة ما تحددش الأجر. يقول لك لا كان ساعدك وما يكري لكش بالوثائق القانونية اللي هو كونتراتو. فهمتني؟ دمرينا احنا اليوم الناس أصحاب النفوذ والناس الأثرياء يعيشوا على حساب ضعفاء الحال في هالبلاد هذية، فهمتني؟ وفوق الطاولة راهم يحكوا نوع آخر، تحت الطاولة يمشي نوع آخر، دمرونا، كرهونا فيها، آخر حل. كل مرة قاعدين كيفاش قاعدة تدخل لأفريقيا؟ كل مرة قاعدة تتكاثر، كيفاش قاعدة تتكاثر؟ يا ويني السلطة؟ ويني البلاد؟ وينو قيس سعيد؟ أخي تو قيس سعيد ما يحكي قال لك معناها وأنه اللي يكري لهم يمشي الحبس، هاو قاعدين نسمعوا حتى في بعض من الوتلة مش الكل، قاعدين يكروا لهم تحت الحيط. في البياتي راه باش نكون واضح معاك، ثم ناس عندها مساكن البعض منهم ما تحترمش القانون، قاعدة شكون قاعد يصدر عليهم؟ أنا نتسائل واحد. البعض منهم قاعد يكري من المواطنين. إيه وين السلطة وين الرقابة وين كذا؟ فما شيء في البلاد. فوق الطاولة تسمع نوع وتحت الطاولة تسمع نوع. احنا اليوم تونس هذه كرهونا فيها، في معيشتنا ما عادش دخلت على المواد الأساسية، زيد سايبوا عليك الأفريكا قاعدة تتكاثر، ما عندكش حق في السكنة جملة، العبيد أكثر فيها، فهمتني؟ ما عندهاش سكن، في المعيشة أكثر فيها، ما عادش خالطة مواطن باش يقرأ باش قوت صغار وما عادش خالطة عليه، باش يركب طنجرة ما عادش يخلط، في داره ما يخلطش. يعني جوعونا ودمرونا، خلوا العباد تبات في الشوارع، فهمتني؟ وزادوا كل مرة يدخلونا في الأفريكا، كل مرة قاعدة هي وين هي الدولة؟ هي وين السلطة؟ هي وين الناس هذه اللي قاعدة تخض في النظر؟ هي وين كلام الرئيس اللي قاعد يكون فيه وين؟ وهو مش قاعد يمشي. يعني هنا راهي سياسة بتاع دولة ضد ضعفاء الحال، وهذا ماهوش معقول. اليوم يلزم تبدل الدولة السياسة بتاعها وتاخذ موقف صارم ويكون الدولة فيها سيادة. يعطيك الصحة.